السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كيداير؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين، كلشي مزيان، أمور هانية. نتمنى عند الله كلشي يكون بخير وعلى خير. الموضوع اليوم اللي غنهضرو فيه إن شاء الله الرحمن الرحيم على الموضوع ديال العائلة الأزرق. الطرف الثاني البارح خرج واحد الفيديو، انا الصراحه الله انا بيدي استفزني داك الفيديو هذاك، انا ما عندي حتى علاقه به، يعني لا من بعيد ولا من قريب. انا الصراحه الله ما فهمش علاش زعما داك الفيديو صورتيه بديك الطريقه هذاك، ودخلتي لديك الدار زعما وكتصور هذه زالت هذه ما عرفتش ني هذه غزولو هذه، واش كتبحس على الصداع من اول جديد؟ والله ما فهمتك اخي. اي والله العظيم انسان صافي، قضيتي الغرض ديالك، يسر لك الله الامور، تفارقتو على خير وبخير، عطاتك المحكمه حقك، صافي اخدم الشغل ديالك وصور الفيديو ديالك عادي في حالك في حال الناس، ما تجبد للطرف الاخر، ما تسيب هضره، ما تقول ليه طابت ولا تحرقت، فهمتي؟ زعما كنعرفوك بعقلك، ماشي شي واحد اللي باقي صغير. دابا ديك الهضره هذيك اللي كتقول دابا، وداك التصوير ديك الطريقه هايداك، وانا ما عرفش ني، وانا هادي، وانا الدار، وانا هادي، بحال اللي كتستفز الطرف الاخر، فهمتي؟ يعني بحال اللي غتولي تنوض الحرب من جديد هايداك بهاد الطريقه هادي. انا بالنسبه لي انا نصيحه في سبيل الله ليكم والسلام، زعما انا ما عندي علاقه بكم لا من قريب ولا من بعيد. انا نصيحه ليك وليدي، الله يجازيك بخير، انسان يحاول كل ما يقدر بلا ما ينزل داك الفيديو اسمه مستفزين، بحال تبقى تستفزو هو يستفزك الاخر يستفزك، ونوضو عاد داك الصحاب اللي كيطبلو عاوتاني، عمل له دير له فعل له داك القنوات التافهه، فهمتيني؟ لا خصهم بغا يسبو ويعايرو في التعليقات ويسبو في هادي. الله يجزيك بخير، زعما انتي انا بعقلك، ماشي شي واحد اللي صافي قدر الله وما شاء فعل، اللي عطى الله عطاه والواقعة وقعت وقعت، فهمتي؟ ولي هذا بنادم نقضي الشغل ديالي بلا ما نسيب له هضرة، لا نعمل هادي ولا ندخل هادي. الله يهديكم والله العظيم، زعما انا صراحة الله ان ديك العائلة راه عندنا محترمه وموقره، والناس ديال البوادي معروفين، الناس بن احمد الله يعمر راسها، ولكن الانسان داك الهضور فحال هيداك ما صالحينش يا اخي. اخي والله ما صالحين بالله العلي العظيم، غتولي تجبد صداع من جديد عاوتاني. انا دابا كنت كنتفرج في اليوتيوب والله العظيم كنشوف شي حوايج، شي وحدين كيهضروا عليكم شي طور زعما ما شاء الله، وصافي شي حوايج كيزيدوا يدوبلوهم، فهمتي؟ الا انت قلتي خرجت منك واحد الهضره بدون ما تشعر، الاخر اللي كينزل ديك القناه ديالو كيهضر معاك خمسه د الهضره، سته د الهضره، زيدو من راسو هو، فهمتي؟ ندخلهم هو زيدو من راسو. ولهذا نصيحه لك اوليدي، يا والله باش ما تعاودوش تكرروا هادشي من الاول، يولي يتجدد. الله يرضي عليك، كل واحد يدخل سوق راسو، كل واحد يقضي الشغل ديالو، ربي وليداتو في امان الله وحفظه، صافي ما كتبش عليكم الله، تبقاو جيران مع بعضياتكم، ما تعرفش شنو يدخل بيناتكم، الشياطين موجودين، شياطين الانس والجن موجودين غيرهم. ولهذا المهم ممكن يكون هو غلط مثلا في جدو، ممكن تينا نكون غلطتي معاه تانتينا، ممكن شي طرف ثالث مازال ما عارفينوش حنايا ندخل معاكم في هادشي مخفي. ولكن الانسان شوف، الانسان بلا ما يبقى يلمح شي حوايج، فهمتي؟ هو الاخر يصور، يلمح تينا تصور، يلمح، فهمتي؟ المشاكل بزاف ما صالحهاش، والله ما صالح. انا المهم انا نصيحه لوجه الله، وانتم هذاك الشغل ديالكم نتوما كتعرفوا، اللي دار بكم نتوما اللي عارفينه. صراحه الله انا بيدي صراحه الله ما عجبنيش داك الفيديو تنزلو، حتى نشد الفيديو ديال البارح وشد الفيديو ديالك اليوم، فهمت؟ ماشي البارح كنت غنزل عليه فيديو البارح الاولاني اللي نزلتي البارح، والفيديو اليوم، فهمت؟ حنا كنا كنتبعوكم من اول البداية ديالكم صراحة، يعني من الفيديو الاولاني ديال حسين وصفية، ياش تكطي عليكم نتوما كتجريو، زول البردع، زول هادي، زول هادي، فهمتيني؟ كنتو نشطانين والضحك والنشاط مع بعضياتكم،
قسما بالله العظيم كنت واحد الحياه طيبه صاحبي. نتوما اللي حببتونا في الفرجه ديال يوسف داك الوقت هذاك، في داك الطبيعه وداك المفاهمه مع بعضياتكم، كنتو بحال الاخوات. سبحان الله، سبحان مبدل الاحوال، قسما بالله سبحان الله. يعني صراحه الله هي العين كتدمر كل شيء، العين حق والطراس باطل. كنت واحد العائله مجتمعه زعما في واحد النعم، الضحك والنشاط، وسبحان الله مبدل الاحوال. دابا ولات بيناتكم الحرب بحال اللي ولات، استغفر الله العظيم، رجعت سعوديا ماشي 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 مسلمين مع بعضياتهم، ولا بحال اللي ما يتسموا مع فلسطين. نسال الله العفو والعافيه. واللي نقول لك وليدي الله يهديكم، الله يرد بيكم، فهمتيني؟ بنادم صافي قضي شغلك وما تبقاش يتسيب الهضره، هو اخر يسيب الهضره، غتنوضو في شي حوايج اللي قباح كثر. اي والله، والعول كيكبروا، غتخلو مشاكل لولادكم صغارين، عاود غتخلي لهم مشاكل. اما باك ولا عزيزه ولا جدو ولا راه غدا بعدو غيمشي في حالو، راه الحرب غتبدا من جديد من نهار اللي مشاو الوالدين. ولهذا بنادم يحاول يصلح 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 كل مصلحتي مزيانه صح، بلا ما تسيب لا هضره لا والو. هو عاود كذلك، انا نصيحه ليكم في سبيل الله، ودبر راسكم اخوتي، انا ما عندي علاقه بكم لا من قريب ولا من بعيد. صراحه الله داك الفيديو انا بيدي استفزني صراحه الله، طريقه البارح وديك شوما صاحبي، الله العظيم الحشومه. صافي كتريبها ريبها، رزقك هذاك، اعمل فيها اللي بغيتي، الله يجعلك ما تعمل فيها تا اش كيقول البابا انا الدفله. المهم قضي الغرض ديالك بلا ما تلمح حتى شي واحد، دابا كتنوضو غير بنادم ينبح. عرفتي شحال من قناة كتنبح دابا؟ الألوفات القنوات كينبحو. الإنسان شوية شكون عنده عقل يفكر بيه زعما الصراحة هاد الله. يعني صافي هو مشى في حالو خوا من تما، نسينا قضي الشغل ديالك تما، عاوتاني مع المشاهدين ديالك صور مع راسك. وحنا والله العظيم ما زعما ما كنكرهك لا نتينا ولا هو، ولا بالعكس، انا كنتمنى عند الله يصلح الله الامور بيناتكم وترجعوا كما كنتوا، الامور بخير وعلى خير. وهذا هو اللي كاين اخوتي، حنا بغينا نوصلوا لك هذه الرساله هذه، ونتمنى عند الله هاد الناس ديال اليوتيوب يوصلوها لك. على الله يوصل لك هذا الفيديو وتسمع المشاهدين ديالك يوصلوه لك وتسمعوا، وقول لي زعما واش خطا ولا غلط ولا. المهم ديك الساعه واخا انا ما عنديش مشكل، واخا اتصلت بيا نهضر معك عادي. ولهذا خوتي تهلاو لي فراسكم، عانكم الله، وانتوما الله يرحمكم الوالدين الى ما صلحوا الامور ديالكم، كل واحد يديها في الشغل ديالو، ويبقى على خير وبخير. وتحياتي لكم جميعا، تحياتي لكم المشاهدين ديالو ولا المشاهدين ديال الطرف الاخر، والله يرحمكم الوالدين، وتهلاو لي فراسكم، الله يعاونكم، ونتمنى عند الله يصلح الله الامور ديالكم وديالنا وجميع المسلمين. واحد النقطه خصني قبل تختم معكم فيديو، انا اللي كنهضر معاك، انا اقسم بالله وخرجت اللي عندي لسميتو اليوتيوب مثلا، المواقع الاجتماعيه خرجت اللي عندي، انا واقع لي كثار من اللي واقع معكم نتوما، حق لا اله الا الله، واقع لي شي حوايج كثار شي فحالكم نتوما وكثر، ولكن خليتهم في قلبي فهمتي، خليتهم بيني وبين الله. مازال ما كنفكرش نخرجهم، وما نظنش نخرجهم، والله اعلم فهمتي، ما كنظنش نخرجهم، ولكن الله اعلم، يعلم والله. الا شفت راسي تظلمت بزاف يعني، والحق ديالي ما ديتوش، ممكن ممكن والله اعلم. المهم تحياتي لكم، السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم اخوتي، الله يعاونكم، وسمعوا لنا الله يعزكم بخير. حنا موجه النصيحه فهمتي، من باب النصيحه فقط، ما عندنا علاقه لا بالطرف الاول ولا الثاني. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.